أنا غفران نجومي من حلب، عمري 18 سنة. بلشت رحلة نزوحي من عام 2012، وتنقلنا على كتير مناطق بسوريا مثل كفر ناها، عزاز، حتى تركيا. نزلنا من تركيا على المخيمات، قضينا فيهم 6 سنين، ومن بعد رجعنا على عزاز واستقرينا فيها. شجعوني أهلي على الرسم، كان حوالي أمي وأخواتي، وقت بيشوفوا رسماتي بيضلوا يعني إنه بيطلع معك أحسن وبيطلع معك أحلى. لسه كان هون عمري 10 سنين، من بعدها صار يعني على أثر تشجيعهم صرت أرسم، يعني أتطور برسمي وأرسم شغلات أكثر وشغلات يعني أكبر. رسوماتي كانت كلها عن الشهداء، عن معالم أثرية، كلها يعني مستوحاة من الواقع. هن كلياتهم يعني الشهداء نسبة بسيطة جدا من باقي الشهداء يلي صار بسوريا، صار بأثر هاي الثورة. فأنا يعني الشيء اللي أنا حسنت عليه وقدرت له إنه أرسم هدول هن بس. رسمت معالم الأثرية مثل قلعة حلب وقبة الصخرة، هدول يعني مش استوحيتهم من الواقع، لأنه يعني مثلا قلعة حلب هي رمز يعني لحلب، كوني أنا من حلب ونزحت منها وإلي يعني اشتياق لإله، فحبيت يعني أعبر عن هذا الاشتياق برسمتي للقلعة. رسوماتي عبارة عن شخصيات حاليا، يعني حاولت ادخل مجال الكاريكاتير بس يعني فيه يعني انه خطوره، يعني انا بحاول ارسم كاريكاتير يلي بيجي بمخي، بس احيانا يعني برسم شيء هو ما لازم بيرتسم، يعني خاصه بهيك اوضاع. يعني حاولت كمان انشر بعض من رسوماتي مشان يعني بيجيني كمان دعم معنوي واحسن يعني كمل الرسومات.